بسم الله الرحمن الرحيم. رح نيجي نحكي على التجربة الأخيرة اللي معانا واللي شرحنا أو مرفق مع هذا الفيديو العملي، فيديو عن شرح النظري للتجربة بالتفصيل الممل بما يخص زي ما حكينا كل إشي بتعلق في الانتيبيوتيك تيستينج اند سنسيتيفيتي. الهدف طبعا من هذا الفحص بشكل عام هو يا جماعة إنه نعرف إيش هي أو إيش تأثير الانتيبيوتيك على البكتيريا ومين من أنواع الانتيبيوتيك بتقضي على بكتيريا المعينة اللي إحنا رح نزرعها. أنا كل التفاصيل هذه رح نغطيها في الفيديو اللي هو تبع الشرح النظري للتجربة. هلأ هون أنا بس على طول حطيت لك البروسيجر، تمام؟ هلأ البروسيجر تبع فحص الانتيبيوتيك تيستينج اند سنسيتيفيتي أو اللي هي بنسميها كيربي باير ميثود، إنك أنت رح نجيب البلاد، رح سبريد بكتيريا اون مولر هينتون اجر. طيب طبعا باي سواب، هون زي ما حكيت لكم بالفيديو تبع الشرح النظري انه احنا ايش بنستخدم؟ بنستخدم السواب، ما بنستخدم شو اسمه النيدل او اللوب، انما بنستخدم السواب. طبعا الهدف من استخدام السواب زي ما حكينا هو انه انا بدي اعمل سبريد للبكتيريا في كل انحاء البليد كافه، يمين يسار فوق تحت حتى على اطراف البليد زي ما رح تشوفوا هلا كمان شوي. بعد ما نفرد البكتيريا في كل البليد رح نجيب الانتيبيوتيك ديسك اللي هم حكينا عباره عن فلتر بيبر بتكون مشبعه بكميه معينه من انواع انواع مختلفه من الانتيبيوتيك. طبعا احنا انا اليوم راح احط لكم ثلاث انواع، انا زي ما قلت لكم بيهمني بس تعرف كيف مبدا الشغل، تمام؟ هلا بعد هيك طبعا باشياء مثلا راح تحطهم راح استخدم الفورسبس او اللي هو الملقط. بعدين راح بس اخلص طبعا ولازم اعمل كل هذا البروسيجر جنب البنسن بيرنر حتى تضل عندي الميديا اللي انا عم بعمل عليها الفحص معقمه، ولانه كمان الانتيبيوتيك ديسك يا جماعه بيكونوا معقمين حتى انا اعمل هذا الفحص زي ما حكينا نوع واحد من البكتيريا مش يكون عندي 10 انواع. طبعا بعدين بحط البليدز في الانكيوبيتر على درجه حراره 37 ل 24 ساعه، تمام؟ بعدين بطول وبقرا نتيجه الانتيبيوتيك ديسك. هلا انا رح اطبق انا وياكم هذا البروسيجر وبعدين رح احط لكم صور كيف بيطلع عنا نتيجة السنس ونتيجة الريزيستنس ونتيجة الانترميديت. ولأي تفاصيل بالنسبة للشرح ارجع للفيديو المخصص لشرح النظري لهي التجربة كامل. راح انتقل انا وياكم هلا لعند البنسن بيرنر. هاي عندي انا البكتيريا اللي انا بدي اعرف او بدي اعمل لها فحص الانتيبيوتيك تيستينج اند سنسيتيفيتي. في عندي هاي الانتيبيوتيك اللي انا حكيت لكم عنها تيجي مثل بتيجي مثل خلينا نحكي ديسكات صغيره، تمام؟ طبعا كل وحده فيهن بتمثل نوع انتيبيوتيك، يعني هذه كلهن اموكسيسيلين كلهن نفس النوع، فانت بتاخذ لكل فحص ايش مالها حبه وحده او ديسك واحد. في عندنا هون رح نستخدم كمان السيفروكسيماين، وفي عندنا كمان النوروفلوكسيسين، في عندنا النوروفلوكسيسين. هاي كل وحدة فيها عبارة عن مجموعة من الديسكات من السيم انتيبيوتيك نفسه. طبعا انا رح اسهل على حالي، رح احط اطول كل واحد ديسك من الديسكات هذه احطه على اشي، ممكن تحطه هذا او ممكن تحطه مباشرة طبعا على البليد. طبعا انا بدي احكي لكم شغلة، الديسك زي ما قلت لكم ايش بيكون عليه؟ بيكون عليه شغلتين، اختصار للاسم وتركيز الديسك، يعني هذا اسمه او اختصاره سي اكس ام وتركيزه 30 ملي جرام، تركيزه 30 ملي جرام. طيب وراح اخذ طول كمان واحده من النوع الثالث اللي هو النورفلوكسيسين، تمام؟ هلا انت ممكن انك تحط مباشره على البليت ما عندي مشكله، هلا انا هي هذول هيك جهزتهم، تمام؟ هذا حطيت منه وهاي النورفلوكسيسين. انا طبعا هاي صارت ملوثه لاني مسكتها في ايدي فما راح استخدمها. طيب هلا انا راح اضوي البنسن بيرنر. بوقف جنب البنسن بيرنر، طبعا بدي اجيب عندي السواب، بدي اجيب السواب
طبعا بدي اجيب السواب. كنت استنوا دقيقه عشان معلش انا اسفه كنت ناسي اطول السواب. هاي السواب راح اخذ من السواب زي هيك، وطبعا راح ازرع بالطريقه هاي هيك، بحاول بكل الاتجاهات لفوق لتحت يمين يسار تمام، وحتى اطراف البليت تبعي كله تكون غطته السواب. هلا هيك بنكون خلصنا من هاي الخطوه. بضل عندي بالفورسبس بعقمه على النار، طبعا النار هاجت معانا معلش كالعاده، بس احط الطريقه هاي الديسك وبسكر عندي البليت وبحطه في الانكيوبيتر على درجه حراره 37 درجه. طبعا بثبته باستخدام هذا، طبعا هلا راح اطفي انا البنسن بيرنر وراح اوديه البليت طبعا على الانكيوبيتر.